اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج. اليوم راح نلعب سياره خذيتها من كومنتاتكم، شكرا لكم اللي تكتبوا لي في انستغرام انه في شيء جديد نزل بالايتم شوب، شيء جديد لازم تجربه، شيء جديد الحق عليه. شكرا لكم، الله يسعدكم جميعا. هذا الشيء اللي ابغاه منكم، انكم تكتبوا لي زي كذا عشان انزل لكم محتوى مختلف. ادري انكم مليتوا من سالفه من الصفر، ما بات تيك توك، ما بات متابعين زي كذا، لكن بنفس الوقت انا قاعد احاول اني الحق على السيارات المختلفه في اللعبه. يعني نزلت اندر سيارات في اللعبه، سياره نيسان جي تي ار، سيارات باتمان، كل انواعها، في اشياء كثير. فقبل ما يبدا المقطع لايك اشتراك فعل زر التنبيهات. اللي يبغى يشتري اغراض من روكت ليج عندكم موقع روكت ليج اكسشينج، شريت منهم هذه السياره، والله شريت منهم هذه السياره، فكود بي اس ال يخصم لكم. وتابعنا سناب وانستغرام بس خلونا نجرب هذه السياره. السياره اسمها تايجرز، اتوقع اي تايجرز، شكلها فخم وشكلها سبورت. انا جاني كومنت في الانستغرام يقول لي هذه السياره اخف السيارات في اللعبه، راح نشوف هل هي اخف سياره في اللعبه ولا لا. وبسم الله نقول اخف وافضل سياره في اللعبه، لكن راح نجرب معكم. بسم الله، وديني على اول جيم. اوك نايس. لا 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 لا، انا شنو قاعد اغني ما ادري. اوكي يا رب دخلني وانا اقول ايش في البنك كذا يعني. هذا اول تصريح لك ما هو شوت، الله عليه. لا 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 نايس شوت، يا عيني يا عيني. اسطوره اسطوره يا اخوي اسطوره. بطل 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 يو ايش اطفه. لا 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 يا اخوي انت تهورت قوي. اوكي لازم تسوي فيك شباب، لازم لازم. بس عاد شو نسوي؟ اوله اوله. لا 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 بغتج هدف يا عيال، الصد خرب يا ساتر. خذ البوست يا خوي، خذ البوست. بسم الله عليك، هذا مالي دخل انا. يعني يعني يو يا البنج ذاك الموقع بعد، بس اهم شيء البنج. ما في تناغم بيننا، بس ما عليه، اهم شيء نفوز. بحاول اني اسوي كل شيء. ليش خوي نخش ما ادري. يوه يا ساتر. تكفى تكفى يا سبوزه. اشوا اشوا اشوا، طيراني ما لهم داعي. اوكي خوينا نكبة شوي. اشوا والله نقدر. تكفى نويس شوت، يا عيني الله ما اخلي لك البوست. والله هوب جابني بعد، نايس والله نايس والله الخمته والله. شو اللمسه الثانيه؟ شو هوب والله صوتها طرب يا عيال، والله صوتها طرب. والله ما توقعت ان نقلبها زي كذا. والله انا ايش قاعد اسوي ما ادري، والله غلطي والله غلطي دي. وين المفروض يخش؟ سنط مكان بس ما عليه، والله غلطت من البداية يعني. أنا عازف جدا 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 جدا. قلت لك قعدت يا أخي. ما تخش معي تكفى، لا تخش. الحمد لله الحمد لله يا رب. لا خش تكفى. لا تعليق، والله لا تعليق. قاعد انتظر لين يشوت ويجهز الكورة. والله لو خش خلاص. تجربة أول جيم، والله السيارة أنها حلوة، طيران فيه وزي كذا، مع أنها مفروض تكون ثقيلة لأنها سبورت وزي، بس والله العظيم عجبتني للحين للحين عجبتني. شوف نختبرها مع الأجيام الجاية. هذا اللي فاهم، هذا اللي فاهم، هذا اللي فاهم. نايس شوت والله نايس شوت، هذا اللي فاهم. شوفوا الحقني على طول، ووب حطها فجر واحد على طريقه. حلو تكفى خوي. يوه حبيبي هنا السيارة أسرع شيء في الحياة، أخف شيء في الحياة، أمشي أنت هو. يا عيني يا خوي أسطورة قولك. نايس شوت يا أسطورة قولك، الله العظيم قولك. لا 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 لا. أوكي ما عليه ما عليه. تكفى تكفى يا خوي تكفى. نايس همشيته هو. عطني عطني جريت باس. الله يفرق بين هذا وهذا اللي قبل شوي، والله فرق. شوف كيف عطاني كوره عندي. هوب لمسه كلاس 1 والله والله اسست والله. هه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 
انقلب على خوية ليه؟ والله استغربت انه ما في هات في الدفاع. اوكي طرفت واحد اثنين ثلاثة هفا دون ما نضغط بوست لا تعب انفسنا. يمين يمين يا خوي. اوكي جريت باس شكرا والله شكرا على الباس. تراف يدوم 14 يقولون ترافنا ما يطول هذا واحد قاعد يسوي ترول واحد ليش ما تسوون فورفت يا اخي والله العظيم طولت الجيم زياده. اخيرا اخيرا فورفت اخيرا جي جي بسم الله ودينا الجيم. اوكي نايس اخذ البوست عني طعم البنك يا بنك ليه كلوز وان لا اخذ البوست بعد كلوز وان والله يا ساتر حشر والله حشر يا ساتر من طلع ذا يو 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 هذي كالكليتد كالكليتد روح يا خوي يعني لمسه قريت بس بس ايزي والله قريت بس ناخذ بوست عنا انا ليش طيران ذا ليه طرد الطيران ليه ليه قالك يا ساتر والله ما توقعت خوينا يمشي ايزي يخش معي يعني اوكي قالك يو يا مجنون يا مجنون والله نايس شوف الحطه ووب جي جي والبلاي والله السياره حلوه والله جد حلوه ما ادري عشان الشخص اللي قال لي انه اشترها انه كويس وكذا سياره خفيفه وزي كذا بس ولا انا احس والله جد حلوه حلوه السياره والله حلوه مع اني متعود على دائما اوكتين اوكتين دومينوز اشياء زي كذا الى الحين سياره حلوه فاللي يبغى يشتريها موقع ركتيك اكسنج رابط فلوس على اتوقع $3 يعني مع الخصم زي كذا $3 وشوي يو 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 بداية جيم بداية جيم عادي عادي روح يعني يعني الكنترول جريت باس والله نايس والله نايس يا شيخ والله نايس يو يو والله فيك لي خوينا والله طول يا ساتر هل هو ما يقدر هذا الدرجة يعني ولا ايش ما ادري ما ادري بس جلتهم جلت والله جلتهم اخذ البوست والله نيد بوست والله يا القهر لو اني قاعد يمكن ما تجي يقول استر لي يور بوست يقول سرقت بوست كان اسف والله علي يا اخوي معلي هو اكيد انه سوى بالغلط شوي بفيك ما له داعي ما له داعي تك لا يا خوي ليش يا ساتر والله سو فيك اثنين سويت كل شيء حرام لا تحمس على الجدار لا تحمس على الجدار يبغى يصدمني صدمته طيب يا ساتر يا ساتر الفلك يا ساتر الفلك لا 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 حرام 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 يا الله يا القهر الحلوة كانت الله صدته ما لها داعي يا فاد زي كذا ليش كذا ليه ليه بجاي انا طيب لا تسوي كذا والله 3-0 كانت يا اخي والله نقدر نقلبها نايس شوت حرام يروح الجيم هذا والله حرام اخ القهر اعطي جيم اخير اعطي جيم اخير بعد الجيم هذا بس خوينا اللي فزنا معاه اوكي تيك حلوه جريت فاست اسطوره الله اسطوره سي ار 7 ده والله اسطوره نايس خوي والله اسطوره يا ساتر يا ساتر بس هذا اللي اقدر اقوله جريت باس يعني يا اسطوره يا شيخ اذا انا قاعد هنا الحين شو كيف عشرة هذه اللي بعد الكيك اوف لا ترجعون ابدا هذه مني يعني من واحد معلق في الشامبيون 1
والله نويس لعبناها صح. توقعت هذا يطقه والله، وهذا جاء خش غبيه والله. للحين ادائي ترى كويس صراحه، يعني ما فوت كثير ولا تريد كثير ولا شيء. فوت شويه شو. اوه والله كلوز يا ساتر، والله هذا اللي هجت صدق. تك نايس شوت يا ساتر، والله اني توني بقوم يطلعون. يا الله يا الجلد، والله خوينا ما قصر ابد يا شيخ. طيب يا عبيد المشاهدة ان شاء الله استمتعتوا. السيارة اللي يبغى اشتريها عند موقع كليك اكستشينج مو موجودة في الايتم شوب، فاللي يبغى اشتريها كود في اس ال يخصم لكم الرابط تحت او الرابط في الديسكربشن. يعطيكم العافية. الامانة السيارة عجبت، مو بسالفة ان هذا يبغى بارتياب نعطي بارتياب، كنا بننهي المقطع بس هذا يبغى بارتياب ودي له جيم. والله لعيونك انا يعني لازم اني اخلص الحين واطلع، عيونكم ينزل جيم اخير باذن الله، فوز باذن الله. المهم اللي يبغى يشتري سيارة لا ينسى موقع كليك اكستشينج، رابط في الوصف، كود في اس ال يخصم لك. واذا تبي تشتري ملاتم شوب كود في اس ال، سواء روكت ليك ولا فورتنايت. ادري ايش غلطكم بس في قليل ترى حاطين كود، كون المقطع فوق 10000 بالراحه حاطين كود بس 20، حرام والله حرام. عيني اسطوره والله العظيم، كانت نيه بنش معه بس ما كمل خوينا. اوكي قولك نويس عيني، انا شفت هذا متقدم قلت خلاص خلاص هذا ايه. والله العظيم دبل تاتش ووبس نايس، والله زيارة حلوة يا شباب. وقال نايس شوت. اوكي انسحب بسرعة بسرعة، واحد اوكي ما ودهم ينسحبون. والله اني اسف اللي ضدنا يا ساتر. والله غلط يا اخي، ايش في نفس هذا. يوه ما هجت سيارة في بداية بس يوه والروح هيك يا ساتر. آخ الفيك آخ. ما يفوت ما يفوت يا ساتر، الفيك اللي صار والله يفيكت فيك. روح خوي يعني بلوكات، هنا بلوكات خلاص امشي. جيول بليد نايس والله نايس والله نايس. لا لا خوي خوي والله استمتعنا، يعطيكم العافيه ان شاء الله استمتعتوا. باذن الله المقطع الجاي راح يكون اللعبه على الجوال، فاللي يبغى يشوفها على الجوال باذن الله راح ننزلها في مقاطع مختلفه باذن الله قريب، فصبركم بس. وادري اني مقصر في القناه مره مره مره، لكن ضغط ضغط لدرجه اني ما اقدر امنتج، احاول اني ادور اديتور وزي كذا وانه اعطي مقطع ويتاخر، فسامحوني. تابعوا انستغرام سناب عشان تعرفون اني انزل مقاطع او اقدر انزل مقاطع او لا. يعطيكم العافيه ونراكم على خير في امان الله. السلام.